كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المسلمين يا رب على مستوى العالم بخير وسلام، ونستطيع ان احنا فعلا نستعيد الروح الحقيقية لهذا الدين السمح، لهذا الدين الوسطي. أمامنا تحدي كبير جدا يتعلق بصورتنا كمسلمين على مستوى العالم. نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر علينا كلنا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. معرفش الفكرة جاية منين إن لازم مع رمضان الناس تبدأ توفر أكل كتير، مع ان الفكره بتتناقض مع فكره الصوم اصلا. يعني مفترض انك صايم يعني هتاكل اقل، حتى يعني ما هو انت لو فاطر على مدى ساعات معينه هتاكل كتير، لكن انت في النهايه احسن حد هيقدر ياكل وجبتين بالكتير قوي اللي هي الفطار والسحور، وخاصه ان المدى الزمني او الوقت ما بين الفطار والسحور قليل قوي. لكن بحس ان الدنيا بتستعد، حتى ان الحكومه نفسها بدات تمشي في نفس الاتجاه، بما ان في اهلا رمضان لما يبقى في رمضان يبقى في اهلا رمضان، يعني لازم ناكل الناس في اهل في شهر رمضان، ما احنا لازم ناكل ناس على مستوى الشهر السنه كلها مش على مستوى الشهر بس. لكن خلونا نشوف استعدادات الناس لشهر رمضان. ليه شهر رمضان بياخد كل هذه الاستعدادات الخاصه لما الناس تفكر بالطريقه دي؟ ما هو طبيعي يا جماعه ان الاسعار هترتفع. عموما نتابع استعدادات المصريين لشهر رمضان. الاول السيده وبعد كده العتبه وشارع المعز، ويعني الحتت الاثريه دي بحبها. يعني قبل رمضان طبعا الواحد بينزل عشان خاطر يدور على الفوانيس وكده، وطبعا الحاجه بتاعت رمضان يميش والبلح وقمر الدين، يعني لحد ما السيده زينب منطقه شعبيه تحس فيها بجو رمضان، يعني اللمه بتاعت الناس هنا، الفرشة اللي هم بيفرشوها عشان خاطر الفوانيس والحاجات دي. فالواحد بيجي هنا المنطقة بجد بيحس بتقوس رمضان الفوانيس والحاجات دي. يعني جاي اجيب فوانيس لولادي مصري مشمعة. انا اول مرة اصلا انزل واتسوق كده لوحدي، فانا معرفش اصلا الاسعار قبل كده كانت قد ايه، فعادي يعني بالنسبة لي. يعني جبت حاجات ولسه فاضل لنا حاجات لسه هنجيبها، في فوانيس اللي هي بالاسامي دي دايخين عليها شوية. واجعلوا رمضان سعيد علينا وعلى أمة محمد. الأسعار السنة دي مش مظبوطة، الأسعار غالية السنة دي عن أي سنة. يعني عندنا عن الجمل ولا الفندق ولا المكسرات عامة زايد أكتر من نص عن السنة اللي فاتت. يعني مفيش بني آدم هيجي يجيب مثلا فلوس ب 200 جنيه، فندق ب 180، الجبل ب 180 ب 240، كيلو كاجي ب 340 جنيه. جبته مرة وما جبتوش تاني. كان الزبون السنة اللي فاتت مع ان برضو كانت الحاجة غالية عليه كان بياخد من كل حاجة نص كيلو، السنة دي عشان حاجة زادت الضعف، يعني اللي كان بياخد نص، اللي كان بياخد كيلو بقى ياخد نص، واللي كان بياخد نص بقى ياخد ربع كيلو، واللي كان بياخد ربع ما بقاش ياخد، ان كل حاجة غليت. المكسرات السحب عليها قليل جدا، ان اسعارها عالية. بالنسبة للزبيب السوداني جوز الهند فعليه سحب شوية عشان خاطر ايه ده، يعني بالنسبة اللي رخيص شوية للشعب المصري الحالي. احنا نازلين السيدة زينب على اساس ان احنا نلاقي الاسعار ارخص شوية، الاسعار غالية جدا، حتى بتوع اليميش معظمهم ما عندهمش حاجة، كل الناس فرشة بس ما فيش اي حد بيشتري مميز. والله البلح يعني معقول 10 جنيه 15 جنيه 13 جنيه في النسبة دي. الفانوس اللي كنا بنجيبه ب 10 جنيه وب 7 جنيه تقول لك بيقول لك ب 25 جنيه، حاجة غليت قوي. المشمشيه الحاجه غليت ب 100 جنيه الكيلو، الزبيب ب 100 جنيه الكيلو، الجمر الدين غالي، ايه لا الحاجه فظيعه. لا بنجيبها بس كميات قليله قوي، يعني لو هجيب نص كيلو مثلا من حاجه من نيش رمضان هجيب اقل حاجه ربع كيلو يعني.
كل سنة حضراتكم طيبين. مش عارفة أقول يعني أكلمكم بشكل اقتصادي ولا أكلمكم بشكل إنساني ولا أكلمكم إزاي. بشكل اقتصادي لو إحنا ما أقبلناش على شراء بعض السلع هيحصل العرض فيها كتير، يعني الكمية بتاعتها تبقى موجودة في السوق كتير فسعرها يرخص، فممكن الناس تفكر إن هي ما تشتريش في رمضان وتشتري بعد رمضان. بس ده طبعا الناس هتقولي بتهزري حضرتك، يعني بتقولي كلام سخيف وملوش لازمة. طيب نخليها بالشكل الإنساني. الحقيقة الشهر ده شهر كريم قوي والرزق بيجي فيه والخير بيبقى موجود فيه. طبعا كويس ان الحكومة بتتحرك علشان الناس تقدر في الشهر ده ان هي تلاقي السلع اللي هي عايزاها. اتمنى ان المبادرات اللي بيقولوا عليها اللي هي اهلا رمضان وتوفير السلع في الاسواق وفي المجمعات الاستهلاكية تنعكس بشكل ايجابي على الاسعار، لان الحقيقه ما تبقاش مبسوط قوي وانت بتشوف ناس بتقولك عايزين كذا بس مش قادرين نشتري. ثقافه ترشيد الاستهلاك هي مساله مهمه، يعني احنا ان احنا نستهلك الحاجات اللي احنا عايزينها بالظبط او الكميه اللي احنا عايزينها بالظبط، ربما دي تكون الوسيله اللي ستات كتير اتكلموا عنها، لكن بالتاكيد مش انساني او من الناحيه الانسانيه وضع مقبول ان الناس ما تبقاش قادره تجيب الحاجات اللي هي عايزاها. لكن نسأل الله ان الايام دي تعدي وان شاء الله يبقى في تحسن. عايزاكم طول الوقت تتفائلوا، صحيح في صعوبات لكن ما عندكش يعني ما هي اصليه، انا دايما اقول الكلمه دي، الحياه تتعاشها تعيشها بتفاؤل ولا تعيشها وانت متضايق، سيبها على الله وعيشها وانت متفائل. خلينا نروح بقى لمجموعه من الأخبار.